المركز الطبي للأبحاث والدراسات والأبحاث الطبية بجامعة النخيل بالمدرسة العليا. الصمدي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. هذا اللقاء العلمي الأكاديمي هو نشاط افتتاحي للموسم العلمي والأكاديمي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، وهو تقليد طبعا جرت به العادة، نحاول من خلاله أن نلامس المواضيع الراهنة وذات الأولوية خاصة في المجال العلمي والتربوي وفي مجال البحث العلمي. طبعا قضايا الهوية والانتماء في المنظومة التربوية كانت حدث الدخول المدرسي والجامعي والتكويني هذه السنة، والقضايا التي أثيرت حوله طبعا ارتبطت بشكل كبير جدا في برمجتنا لهذا اللقاء بالخطاب الملكي السامي في عيد العرش الأخير الذي نبه فيه جلالة الملك إلى الاهتزازات التي تصيب منظومة القيم والتحديات التي تواجهها، ودعا كل الفاعلين إلى أن يتعاملوا معها بالجدية اللازمة. فلذلك اخترنا هذا الموضوع واستدعينا نخبة من الباحثين من متعددي التخصصات، من التربية، من علم الاجتماع، من القانون، لمقاربة هذا الموضوع مقاربة شاملة. وبالفعل كما لاحظتم كان الحمد لله الموضوع غني بالأفكار، بالتوجهات، بالآراء، وحتى النقاش الذي ساد خلال هذا اللقاء كان نقاشا غنيا، أضيفت فيه قضايا جديدة، أثيرت فيه قضايا جديدة، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن نفتح النقاش العلمي الأكاديمي الجاد في مثل هذه القضايا لكي نخرج مثل هذه الموضوعات من الإطار الشعبوي العاطفي الظرفي، ردود أفعال وما إلى ذلك، إلى المعالجة الأكاديمية العلمية الرصينة التي تبني التصورات يعني على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. وأعتقد أن اللقاء قد حقق الكثير من أهدافه.